خلي بالك يا ابني، في واحد. ايه يا بنتي، مش هتعملي السحور؟ هو لسه قد ايه على الفجر؟ لسه ساعة. ماشي خلاص، هو معانا. تعال ورايا، تعال ما تقلقش. حمصت 9، 7 ليا واتنين لاخويا. ماشي. كده انا ناس شقيه. يا لهوي، انا مستعمل بيت. كده البيض عم يتسلق هياخد له ربع ساعة، مش عارفة الفجر هيكون أذن ولا لأ. يلا خلاص هستناه. الصلاة والسلام عليك، الفجر هيأذن. الله أكبر. الأذان أذن بقالك ساعة بتعملي في السحور، وبعدين ايه ده كله؟ ما انا قلت ناكل كويس عشان نقدر نصوم اول يوم. اهو ولا كلنا ولا شربنا، روحي منك لله. طب اعمل ايه في الاكل ده؟ روح ارميهم وتوضي عشان نصلي الفجر. ايوه بقى، الواحد ياكل لحد ما يتنفخ. الحمد لله، ده انا كنت جعانه قوي. كده كده انا لسه صغيره، ربنا هيسامحني. يا نهار ابيض، الساعه 5 وانا نمت ده كله؟ صح النوم. والله ما عارف ازاي انا نمت ده كله، دماغي مصدعه. اكيد قريتي قران وصليتي الظهر والعصر. لا ده انا صاحي من الساعه 10 عشان اخد ثواب اليوم من اوله. يا بختك، هقوم انا عشان اصلي. خد البلح والعصير ده عشان الأذان هيأذن وأنا داخلة أجهز الأكل. ماشي، هاتي المغرب لسه ما عدنش يا عويل، ما انا مش هفطر لوحدي.